مانشستر يونايتد وين شفنا كيفاش فوز مانشستر يونايتد في ملعب برينتون خارج ميدانه وين الدور في الدور الانجليزي البريمير ليج الجوله 32 وين كانت مباراه شفنا ماسون الذي سجل في الدقيقه 16 شفنا 16 وين شفنا برانو الذي سجل هدف في الدقيقه 29 شفنا برانو فيرنانديز اللي يعود ويسجل الهدف في الدقيقه 50 يعني كانت شفنا جورام المدرب تاع برينتون اللي لعب خطة 5-4-1 يعني أولي جونار المدرب تاع مانشستر يونايتد اللي لعب خطة 4-2-3-1 يعني كانت من البداية كانت تكتيكية ما بين المدربين شأننا كيفاش ديخيا وين كان عنده وزن كبير في هذه المباراة شأننا كيفاش آرون شنا فيكتور شنا هاري شنا نقولوا بلي ماتيش ماسون شنا ماركوس أنطونيو شنا كيفاش بينارد اللي دخلوا ويليامز اللي دخل في الدقيقة 64 شنا أندرياس دخل في الدقيقة 64 سكورت كذلك في الدقيقة وين تغييرات مباشرة ثلاثة مباشرة وين شاهدنا كيفاش من أجل وين أجل الحفاظ دخل وين بيناردو وين ويليامز اللي دخل في الدقيقة 64 وهو مدافع شاهدنا دخل زوج فريق خط وسط هجومي خط وسط ميدان دفاعي يعني كانت المباراة تكتيكية شاهدنا كيفاش كانت نقولوا باللي الإحصائيات وين كانت في صالح مانشستر سيتي اللي كان مسيطر في الشوط الأول وسيطرة في الشوط الثاني يعني كانت مباراة نقولوا باللي مباراة اللي كانت 60% نسبة استحواذ مانشستر سيتي مانشستر يونايتد برينتون 40% شفنا كيفاش 458 تمريرة بالنسبة ليونايتد برينتون 260 تمريرة فقط يعني كانت المباراة كانت شيقة رغم أن ما كانش جمهور لكن كانت شيقة في المستطيل الأخضر وكان حماس بين اللاعبين كان ضغط عالي جدا وين مانشستر يونايتد اليوم عرف كيفاش يضغط عرف كيفاش يسجل نقولوا بلي ما خلاش حاجة للصدفة عرف كيفاش يسجل أهداف عرف كيفاش يفوز في الأخير وين فاز أمام برينتون يعني كل أهداف كانت جميلة وشاهدنا كيفاش المدربين كل مدرب لعب من أجل مخادعة المنافس لعب على نقطة القوة نقطة الضعف يعني كانت فانيك تكتيكية وين باش نعرفوا باللي تكتيكية ما بين المدربين كانت نقولوا باللي كانت المباراة شيقة مباراة اللي كانت فيها شاهدنا فيها أهداف وهي متعة في الأهداف هذه هي المباراة وشاهدنا مانشستر يونايتد يفوز على برينتون في الدور الإنجليزي الممتاز البريمير ليج في الجولة 32 صحيح.